وهناك من الصحابة البارز فيهم هو عبد الله بن ابن عمر رضي الله عنهما، كان يجتهد في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، يجتهد مثل سقر ولا زرير حضرة التفاعل مليح. وقيم من كمال الاتباع، هذا ليس واجبا، هذا ليس واجبا، هي باش نحط الأمور في نصابها. وكنت أفتغ مثال عن عبد الله بن عمر، تجرى تسديهم تجرايهم أسمي دي عدن في صلاة يسلم أسمي بذر تجراني يعدى سلا غوش اليسار حيدي يفد التجرى يعدى دروة ناقوش نورمال. ولكن ابن عمر يرمر كيف باللي يعدى غوش ميديوس ابن عمر ولكن واحد سناك ذي الغاشي هذه وضر تجراني وسيد سعد ديال سلا دروات هذه عدي سلا غوش ما سينا يغرس يقر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فميد الله. ولكن ليس واجبا، نتسامى في عين ربي رضي الله عنه، ولكن الأمة ليست ملزمة، الأمة ليست ملزمة بهذه الأمور، لا، إلا ما ورد على سبيل التشريع. لذلك بعض العلماء أضافوا هذا القيد يعني على سبيل التشريع.